لو قدر هذا الذي قال له الأطباء أنت لا يرجى برؤك. جاء واحد قرأ عليه قام كأنما نشط من عقال. شوفي دعا ربه تبارك وتعالى: يا رب بصدق وإخلاص كن فيكون. قام ما فيه شيء. يصير ولا صعبة؟ تصير. زين شوفي هذا الذي لا يرجى وقام نائبا. فإذا شفي قبل أن يحرم نائبه قال له: لا تحرم، خلاص أنا الذي سأحج لأني شفيت، أنا سأؤدي الحج عن نفسي. أما إذا اتصل على نائبه مثلا قال: أنا شفيت، قال: أنا أحرمت، قلت لبيك اللهم حج عن فلان، خلاص لا يلزمه، يكفيه حج النائب، لأنه لما أقامه كان معذورا، ولما أحرم النائب بعد ذاك يبي حجه نافلة.